السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم في فيديو جديد يا جماعة، واللي هو لعبة Among Trees. اللي ما شاف الحلقة الأولاني أو الفيديو الأولاني يضغط على فوق. بصراحة أنا استمتعت كثير ووصلني تعليقات كثيرة علشان أني أنا ألعب هذه اللعبة وأكملها، ولذلك أنا راح أكمل هذه اللعبة لأنه بصراحة هي لعبة عجيبة، يعني لعبة Survivor. انت خلوك في الغابة، تحتاج انك انت تبني بيت، تبني مطبخ، تبني مجلس، تبني هذا، يعني واجد اشياء كثيرة يعني. فلذلك لازم انك انت تكون حذر، لان في دبب وفي خلية نحل، ولازم انك انت تجيب فأس وتجيب خشب والمنيوم وسكروب، فهمتوا؟ لكنك يعني تبني ما شاء الله، يعني كأنك تبني مسمى بيت طابقين. فلذلك يا شباب اضغط لايك، خلينا نكمل في اللعبة. طبعا وقفنا مؤخرا هنا، طبعا هذا الاشياء اللي يحتاجوه عشان نبني هذا الغرفة، وكذلك هنا هناك اغراض لنبني هذا اللعبة. اوكي خلوني يعني شوية alright. وطبعا هذا هو المكان السيف يا جماعة، هذا مكان اللي انا نام فيه طبعا، وهذا هو شنو، هذا هو ستور. اوكي فشوفوا الحين انا وش بسوي. طبعا هنا يحتاجوا مني اغراض، فالمفروض اني انا اشيل هذا. اوكي واشيل هذا واشيل هذا واشيل هذا وسكروب. اوكي خلينا نشوف اذا كان باستطاعتي اني ابني. لا اوكي انا ما احتاج هذا، ما احتاج هذا، ما احتاج هذا، ما احتاج هذا، محتاج هذا كامل. فانا ابغى ابني البيت، اتوقع اني انا جاهز، فالمفروض انه يصير اني ابني البيت يا شباب. طبعا البيت بنيناه خلاص في الفيديو الاولاني، بس محتاجين انه نحن نكبر البيت ونسوي له مطبخ وحركات هيك، يعني فاهمين علي؟ لا alright. اوكي الحين خلونا نسوي كلوز، نشوف الحين. اوه يعني هذا باقي له شويه وهذا باقي واجد بولت. يا اخي ليش صعب؟ اوه باقي شوية خشب. alright باقي لي خشب، اروح اجمع 7 خشب وارجع. اوه هنا يحتاج واجد خشب، يعني هنا هذا اسهل واحد بيكون يا جماعة، فخلونا نروح نجمع على خشب. طبعا هو starving، starving بمعنى جوعان، ولكن للأسف انا لم اعطيه طعام. يا طيب يا طيب جوعانين. طبعا الفطر هو اهم شيء يا شباب، لانه الحين لا اوكي هو جوعان وبيموت علينا، فلذلك لازم نوكل. خلونا نكمل. طبعا الصاحب كان جوعان فاعطيناه بعض القليل من الفواكه، طبعا الفواكه ضروري جدا، ولكن مثل ما تفضلنا راح نجمع على خشب يا سادة، ولكن لازم نحترس لان في ذئابة بشرية. اوه ممكن انه هو يكبس، نحتاج الى اخشاب. اوكي طبعا كل اللي عليك تسوي انك انت تدور بحذر، لانه هذا المكان مليء بالحيوانات. anyhow خلونا ندور. واو في ربت، انه الربت يا سارة. اوكي طبعا هذا اللعبة راح ينعس، راح تقل درجة حرارته، راح تزيد القلب عندك، وهذا الامور كلها لازم تهتم في صحتك اول باول، ولا راح اوه حصلنا على هذه. اوكي خلينا ناكل. اوكي عشان شوف هو ما علشان انا جوعان، وانما فقط علشان ناخذ مساحة، فهمت كيف؟ لانه انا عندي شنطة صغيرة جدا، فلازم يعني. بس انا ما فهمت الحين من وين راح اجيب الخشب، باقل شيء بسيط جدا. هما طالبين مني 12، طالبين مني 12 وانا ما عندي 12. اوكي هذا ما مهم. الحين تارجت مالي هو خشب علشان ابني مطبخ اتوقع، فخلونا نجمع ونسوي نلقي التركيز كاملا لل هذا. هذه طبعا لعبة ار بي جي، عالم مفتوح، دور على كيف كيفك.
بس احترس من الحيوانات الدببة. هلو اخشاب لو سمحتوا. What is this place? Wonderful. جميل جدا. لكن ما جميل لأنه ما في خشب. احتاج إلى خشب. وهذا الشخص على وشك إنه هو ينام يعني. بس ما يوقف. السهرة صباحية يلا. أرجوكم قولوا في خشب. أرجوكم دعوا لي خشب. أنا أحتاج إلى خشيبات. طبعا ما في خشب ما نكذب على بعض يعني. أنا اللي قاهرني إن هذا اللعبة ما في ركض. ليش؟ في كبس. أوكي. يا مستر خشب. أوه ها. ما أحتاج مشروب نوب أنت تو أحتاج خشب أنا. خشب شيء عندك خشب. شله. اوكي اني خشب اني خشب خشب. اوه هنا شكله هنا شكله هنا الغنائم. اوكي للاسف ما في خشب. طبعا دائما في الحياه لما انت تدور على شيء تبغاه ما تحصله يعني هذا ما شيء جديد عليكم. اوكي ف طالبين خشب بس خشب يعني بلاي ووت. اوه شنو هذا يا جماعه؟ ترى الخريطه حد كبير. اوكي اتمنى انه ما يكون في حيوانات هنا لان الحيوانات دائما تتربص. اوه نزقتني. شيله هذا هو اكلك يلا. كمان مان وير از خشب. اوكي لا نيأس اكيد somewhere very far away. اوكي خلونا نرد لازم نام ونريح ونيجي الصباح. اتوقع الصباح راح يكون الرؤية واضحة بصراحة. يعني اذا انت من محبين العاب بالسيارات ادفنشر قتال كول اوف ديوتي وغيره من العاب كل هذه العاب ممتازة يعني. بس هذا اللعبة إلو يعني كذا مثل ما يقولوا فليفر له طعم مميز له لمسة سحرية. اوه انا بديت اجوع يا جماعة بديت اجوع فمن المستحسن اني انا اكل. اوكي بس اتمنى ان البيت ما يكون كثير بعيد لان الرجال بدأ ينعس وحتى حرارته بدأت تنخفض اتوقع. اتوقع لان التوقيت يلعب دور. اوه لانه نعسان. اوكي خلونا نجرب نركض. اوه هذا جالس يأثر على النعاس. اوكي لا ما اتوقع فريزنج ما اتوقع انه راح ننجو صدقوا. اتوقع ان البيت شوي بعيد بس اتوقع اذا انا فريزنج يعني ليش فريزنج؟ تتوقع لنا الفجر الحين؟ اتوقع لنا الفجر. لا درجة حرارته جالس تنزل. زين هل ممكن اكل مثلا اذا اكلت؟ للأسف ما شي فايدة. اوه
اوكي لم يتبقى للقليل. استحمل يلا. خليك نشيط. خليك قوي. اتوقع البيت بعيد. لا بروح ملح. بروح ملح يا سادة. البيت بعيد. وهذا جالس ينخفض درجة حرارة. انزل وش يسوي يعني؟ اتوقع يموت الحين. لا سليبي. زين ما في شيء راح يساعدنا مثلا اذا كلينا؟ لا للاسف. سليبي وفريزنج. طبعا جالس ياثر على القلب. اوه لا استحمل باقي شويه. ارجوك ارجوك لم يتبقى الا القليل. كمون مين يا اخي. ليش البيت بعيد كثير؟ يعني اذا هو نعسان. لا خلاص البيت هذا جالس اشوف البيت. سيريسلي لا بابا. للاسف الشديد لم نتمكن سيطر النوم. بري شكل كل بابا كل. اوه في ثياب. هذا هو اللي دفيه وكذا. هل ممكن انام؟ لا طبعا. هذا هو الاغراض اللي احتاجها. طبعا احنا كنا ندور على هذا الخشب بس للاسف ما شفناه. بس انا اتوقع انه اكيد من هذا الفواكه في حاجة تساعدك. اتوقع يعني هذا لازم ينطبخ. اوكي فهمتك. can't be eaten يعني ما ممكن انك انت تاكل لازم تطبخ. طيب هذا نحتاج الى 12 هذا من تو بدي يجوع. يا ساتر عليك. بس انا بجرب اروح هذه المره هذا المكان. كل 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 اوكي بجرب اروح هذا المكان هذه المره لان هذاك المكان ظهر كثير كثير بعيد عن البيت. اوكي اتمنى انه في بيت يعني. اتمنى في حاجه كذا يعني ضبطني اخشاب. فاهمين معايا انتوا؟ فاهمين ولا ما فاهمين؟ alright خشب جميل. نحتاج اخشاب ما نحتاج هذا الامور. شجر الزعفراني ما نريد يا جماعة. اتوقع هنا الدب موجود. هنا ترى اتوقع هنا الدب موجود. ورود تتساقط. شقيرات. اللي عجبني في هذا اللعبة انه في بداية اللعبة كان كثير ممتاز وبسيط. بس لما تبدأ تلعب الله اكبر عليه يبدأ الاشياء يقل. يصير صعب وصعب. وهذا الميزة اصلا هو اللي يخليك تستمر في اللعبة. انا من هذا النوع يعني. لما اشوف اللعبة يبدأ يصعب علي ويخليك يعني تتحدى نفسك كذا انه هذا تشالنج انا لازم اسويه. ولكن للأسف احيانا يغدر فينا النعاس. ارانب ما شاء الله تتجول في انحاء الغابات. طبعا انا احتاج الى خشب يا سارة. اوكي وين الاخشاب؟ اخشاب اكسكيوز مي. اخشاب. طبعا الالعاب اللي هو نظام سيرفايفر عادة ما تكون سهلة يعني. في العاب اصعب من كذا. اتوقع حصلت على خشب ولا
اوكي ولا شيء للاسف الشديد، ولا خشب واحد، ولا واحد. اوكي شباب ما راح نغامر، راح نرجع راح نرجع افضل. شوفوا انا اتوقع ان هذه اللعبه يبغاكم انكم انتم مثلا تحصل على فطر واخشاب بسيطه، بعدين لازم ترجع. انزين طبعا راح تخزن الاخشاب والاغراض اللي حصلت عليه، وبعدين ترجع تكمل مره ثانيه وانت رايح. فهمتوا كيف؟ يعني ما يريد انه اللعبه تكون بسيطه. ليش؟ لانه اذا كان اللعب بسيط ما راح تتلذذ في اللعبه نفسها. فهمت كيف؟ فهذا التشالنج حلو يعني ممتاز، انا يعجبني الالعاب الصعبه كذا، تحس نفسك انجزت، تعبت لتبني بيت. اوكي خلينا ناخذ هذا على الدرب يعني بما انه موجود، خلونا يتقحم شويه. تعال 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 في ارنب. طيب في اشياء عندكم على اليد اليمين، اذا صار مثلا نقص فيه عادي ممكن انه يمشي اللعب، مثلا اذا حراره وكذا عادي، بس الحراره اذا نقص راح يسبب مشكله في وش، انه مثلا القلب يبدا ينقص. اذا نقص القلب معناته راح تتدمج. اوه حصلنا على بعض الاشياء. واو هذا الخشب. اوكي حصلنا على المكان اللي نريده. تعال 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 تعال. ليش فول؟ من فول؟ اطلع برا. اوكي خلينا نشيل خلينا نشيل خلينا نشيل. اوكي حصلنا على المكان اللي نريده. اوكي يس alright. طبعا في حتى اللي هو الطبخ. اوكي حصلنا على ال available constructions. come on come on come on. لم 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 لم. لا ليش فول يا حبيبي؟ وش وش مفول انك؟ اطلع برا. اوكي انا لازم ما لازم اجمع كل الاشياء. اتوقع يكفي ولا؟ هنا هنا هنا. اوكي سريع سريع سريع. خلاص ليف 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 ليف. شنو هذا؟ اوكي شيل شيل على الدرب، شيل حد الدرب. اوكي وش عندك انت؟ سولي سولي. روح 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 سريع سريع. alright امورنا طيبة لغاية الان، بس راح يجوع بعد شوية. راجعين واخيرا حصلنا على بعض من الاخشاب، بس المشكلة يا اخي ما بتعرف كيف تيجي مرة ثانية. فهمتوا كيف؟ راح يكون صعب نوعا ما، بس ما مشكلة بحاول. أرجوك البيت ما يكون بعيد، أرجوك أرجوك. أوكي. أتمنى إني أكون وصلت. أتوقع شفت البيت من هنا. اوكي اوكي اتوقع اني عرفت المكان اللي طبعا دق جوع فراح ناكل. اوكي خلنا نفوله خلنا نفوله لان اليوم بصراحه اشتغل يعني فادنا. اوكي واخيرا حصلنا على البيت من بعد بحث عميق. طبعا راح يحتاج انه هو ينام، بس اول شيء قبل ما ننام خلونا نشوف اذا قدرنا نبني هذا. طبعا
كمون وين باقي؟ اه اوكي تتوقع هنا في ستور. بس اول شيء تعالوا نسوي هنا سيف. اوكي سيف الجيم. نجي هنا ننام. وش رايكم ننام اول شيء؟ ننام، خلونا ننام، خلوه يريح. اوكي دي 4 جماعه، دي 4. حلوين حلوين، لعب ممتاز. طبعا بنفتح البوكس، هذا راح نخزنه ما نحتاجه. كنا نحتاج هذا الخشب. اوكي خلي اجرب الحين، اجرب الحين عسى يضبط. لا باقي واحد. اوكي باقي واحد، واحد اتوقع موجود. يس 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 يس, يس. ممتاز حلو. alright build got it. خطير بنيت هذا اتوقع الكيتشن. اوكي عندنا نحن هذا الشيء. اوه اشياء كثيره نحتاج في حتى هذا. اوه حتى المزهريه. اوكي هذا حصلناه بس نحتاج خشبتين. اه يعني هذا الديكور، تقدر تبني ديكور حتى نفس الشيء. حلو. طيب عندنا مطبخ بس ينقصنا اشياء كثيره. خلنا نشوف هنا وش. اوكي اتوقع في اشياء كثيره نحتاج. طيب عندنا بعض الاشياء بس ما انه كامل. طيب انا راح اخلي هذا ال خلينا سيف الجيم. alright سيفنا الجيم. طيب يا جماعة لغاية هنا طبعا مثل ما شفتوا قدرنا نبني المطبخ، ولكن ما زال هناك الكثير من الأشياء اللي نحتاج نجيبها علشان نعيش في هذه اللحظة. سيرفايفر يا جماعة لعبة ممتازة، صعبة مش سهلة. إلى أن نلتقي في فيديوهات ثانية، لا تنسى تضغط لايك وشير وسبسكرايب. سلام. How heavy is that? Light work and the pace on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need to